تحلم كل امرأة بأن تمتلك بشرة صافية ونظرة وصحية، أكيد دائما كل امرأة على وجه الكرة الأرضية، لكن مع اختلاف الأجواء وتغير الفصول من الصيف للشتاء أكيد بتظهر بعض التقلبات والمشاكل في البشرة من جفاف أو ظهور الحبوب، خصوصا مع قرب فصل الشتاء. خلونا نتكلم بتفاصيل أكثر عن الطرق الصحية للاهتمام بالبشرة في فترة تغيير الفصول مع ضيفنا في الاستوديو دكتور فهد السديري استشاري جلدية. أهلا وسهلا فيك دكتور فهد. مرحبا، نورتها مرة ثانية. طول عمرك سلمك دكتور فهد. يعني فعلا مشاكل البشرة بتكون غير مع تقلبات، يعني في يعني من شتاء لصيف أو من صيف لشتاء، يعني هنا بتحصل حاجات كتير خصوصا في فترة الشتاء، الجفاف اللي مش طبيعي بيكون البشرة. ليش؟ أول شيء مسي عليك ومسي على المشاهدين في الوطن العربي. الشتاء أنا أشوفه من يمكن أصعب فصل على البشرة، صح؟ لأنه زي ما تفضلتي الجفاف، الهواء البارد يجفف البشرة ويفقدها الزيوت اللي تحافظ عليها، والممارسات اليومية في الشتاء تزيد المشكلة، الغسيل بالموية لأن الموية بتجفف أكثر، وكثير من الناس يحبون الموية اللي تكون الساخنة الحارة فتجفف أكثر، لهذا احنا ما ننصح فيها، تكون فاترة، والاستحمام لفترة طويلة برضه يزيل هذه الطبقة الدهنية اللي تحفظ الجلد، فكل هذا تساهم في زيادة جفاف البشرة، وهذا اللي يعانون كثير من الناس في المجتمع. أضف إلى ذلك هناك ناس يعني نسبة لا تستهان بها اللي هم عندهم أمراض جلدية من أول، وأشهرها الإكزيما، سواء الإكزيما اللي عند الأطفال أو اللي تستمر للكبار، فهذا الإكزيما أساسا عندهم مشكلة في البارير أو الحماية للجلد اللي تبخر السوائل من جلدهم أسرع من الإنسان الطبيعي، فيزيد عندهم الجفاف في فصل الشتاء، يعانون أكثر، فلازم يغيرون من الممارسات اليومية لأنها هي العلاج الأول قبل استخدامات العلاجات الأخرى من كورتيزون وغيرها. تغيير الممارسات والعادات اليومية يساعد كثير في علاج هذه الحالات. أيضا الصدفية تزيد، يلاحظون الناس كثير من اللي عندهم صدفية ويسمعوني الآن يلاحظون أن فصل الشتاء تزيد عندهم القشور والحكة للصدفية، والصدفية مرض مناعي ذاتي طبعا، والخلايا المناعية بعضها تؤثر على الجلد وهو مرض مزمن، هناك علاجات كثيرة له، لكن في الشتاء وأعتقد أنا سبب زيادتها في الشتاء أكثر لأنه تقل أشعة الشمس بسبب الغيوم، وهي من علاجات الصدفية هي العلاج الضوئي اللي هو أشعة الشمس. وأيضا أضيف اللي هي الجفاف يزيد في مشكلتها. أيضا في ناس كثيرين يلاحظون اللي هي القشرة، القشرة تزيد عندهم بالشتاء. صحيح، القشرة في الشعر، قشرة الشعر ويصير على السود حقه وعلى فينحرج، القشرة تزيد اللي هي نوع من أنواع الإكزيما الدهنية اللي تصيب الرأس، فهي يعني من مراحلها هي القشرة في الرأس أو اللي في التيزون في الوجه، يكون يزيد عندهم اللي هي الطبقة الدهنية القشرية، القشرة من الإكزيما الدهنية تزيد بالشتاء. صحيح. أيضا بعض الناس يلاحظون حتى اللي عندهم مرض الوردية تزيد بعض مرات في الخدود تجي. أيضا كثير من الناس اللي يسألوني في العيادة هي تورم الأطراف، اليدين، أطراف الأرجل، الأنف، حول العين، الأطراف الجسم، هي طبعا هي رينج كبير من الأمراض، لكن هي إن صح التعبير اللي هي لسعة البرد اللي هي يصير فيه ضمور، ليس ضمور، تروية الدم تقل بالأطراف لأن الجسم يدفي السنتر حقه، فالأطراف تحس ببرودة ويحس فيها تنميل لأنه يقل تروية الدم لهذا المكان، لهذا لازم ندف الأطراف خاصة في الأماكن الباردة، يعني مو يعني أو في البرد الشديد في البر، إذا طلع للبر لأنه بيحس فيه تنميل ويحس فيه بداية شحوب الأطراف، صح. بعدين تنتقل إلى لون الأزرق، وهذا معناها أنه عنده لسعة أو بعض المرات تنتهي إلى قرحة في الجلد، فلازم يدفي. هذا ممكن تتطور تصير مشكله كبيره. نعم. كمان وهناك طبعا في رينج كثير، مثلا اللي هو مثلا مرض رينويد، هذا الوصفة طبيب فرنسي، وفي من رينويد لها اسباب اللي خاصه اللي عندهم مثلا الامراض الانسجه الضامه، اللي عندهم الامراض الروماتيزم تزيد عندهم هذه المشكله. صحيح. ولكن المشكله اللي الشائعه اللي بدون امراض يكون عندهم تورم بسيط واحمرار بروده بالاطراف، وهذه مشكلتها حلها بسيط بتدفئه هذه المناطق باستمرار. نعم. طيب دكتور فهد، ايش هي النصائح اللي يجب ان يتبعها كل شخص عشان يتجنب انه تحصل له مشاكل جلديه في فصل الشتاء او هذه المشاكل كلها اللي ذكرتها؟ يعني نعم،
سواء الأمراض التي تزيد في الشتاء تكون موجودة عند الإنسان اللي ذكرتها الإكزيما والصدفية وغيرها، نعم. أو الجفاف المصاحب في الشتاء اللي ما يكون عنده مشكلة، كلها أنا أحسها في بوتقة واحدة. إن أول شيء الترطيب، ترطب الجلد، نعم. بعد ما تأخذ شاور، أفضل مرطب أنا أشوفه أرخصهم الفازلين، طبقة بسيطة خاصة في الأطفال اللي عندهم الإكزيما، تحط طبقة بسيطة عشان تحافظ على رطوبة الجلد. بعدين ممكن تستخدم طبعا الفازلين ثقيل على الوجه، ما نحبه، ممكن تستخدم المرطبات، وهناك عدة شركات مرطبات طبية غير معطرة بحيث أنها تحافظ على رطوبة الجلد. أيضا عشان ترطب البيت، لأنه البيت حيكون جاف، أيوة. خاصة نحن في منطقتنا في الرياض، لأنه جو جفاف. مو زي في المناطق الساحلية يكون في رطوبة. ممكن تستخدم الأجهزة هذه اللي ترطب الجو في البيت، لها فعالية، نعم، بالفعل على الجلد، ترطب الجو فتتحسن من الجو وتحسن من الجفاف، لأنها تساعد كثير اللي تستخدم بخار الماء، صحيح. تعتمد أيوة. عليها، لأنه الدفايات أو المكيف الحار حيجفف كثير. أيضا ننتبه لموضوع كيف نستحم، انه ما نكثر، ما نطول فتره الشاور، تكون 5 دقائق، لانه كثره المويه تجفف الجلد. وحاول نستخدم الماء الفاتر، انا عارف انه صعبه في البرد، بس ما يكون ماء ساخن، لان الساخن بيزيد من جفاف الجلد. هل الماء الساخن او دائما الاستحمام بالماء الساخن هل بالفعل يسبب الشيخوخه المبكره للجلد؟ افتح المسامير. لا، مو لها الطريقه هذه، بالطريقه او ترهل الجلد لمده سنوات طويله، لا، بس لها في عوامل اخرى، جينيا وتعرض للشمس وبعض الادويه والاشياء، الممارسات الخاطئه، لكن كماء ساخن انه يساعد في الشيخوخه بهذه السرعه، لا، ما اتوقع، لكن هو له دور كبير في جفاف الجلد. في الجفاف، نعم. ايضا ما نستخدم الليفه، لأن الليفة أنت باحتكاك بتشيل الطبقة الدهنية اللي نبغى نحافظ عليها، خصوصا في الأطفال. أيضا إذا جيت من النصائح، أيضا الصوف يثير الجلد جداً، خاصة في المرضى الإكزيما، فنلبس قطن. أنا دائما خاصة في الأطفال كثير أشوف في العيادة، أشرح للأم أنه لبسيه القطن، وممكن بعدين تلبسينه اللي هو الصوف، صح، البلوفر ولا الجاكيت الصوف، ما يكون الصوف متلامس مع الجلد، صح، لأنه يهيج. نبعد عن العطور، لأنه بيهيج الجلد. أيضا شرب الماء مهم، ولكن ما في شيء مباشر يود، يعني إذا شربت ماء هيروح الجلد على طول، هو يفيد كل أعضاء الجسم، الكلى والكبد، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لكن بطريقة غير مباشرة يساعد في ترطيب البشرة شرب الماء. لا، ما ننسى، لأن في الشتاء الناس ما تحتاج الماء بكثرة، فتنسى تشرب موية. في شيء بعد مهم، هي واقي الشمس، الناس تهمله في الشتاء، تحسب انه هي واقي الشمس بالحرارة، لكن احنا ما يهمنا حرارة الشمس، احنا يهمنا الأشعة حقت الشمس اللي هي تزيد في شيخوخة الجلد، في بعض الأمراض منها الوردية. فما ننسى واقي الشمس، يكون يعني المعامل حقه من 30 إلى 50 كافي. في شيء ذكرته الآن ويغفلون عنه، كبار السن اللي عنده السكر، وصلنا نشوف مشاكل كثيرة في العيادة. كبار السن السكر إذا كان عنده سكر فترة طويلة يبدأ يأثر على أعصابه، فيصير ما يحس بالأطراف، فيحط رجوله قدام الدفاية فتحترق الرجل بدون ما يحس. يا الله. فلازم ننتبه هذا الموضوع، أنه إذا كان عندك كبير السن، جدة في البيت، يكون يحس، يعني يحط رجوله ولا يدين عند الدفاية أو عند الضوء، فما هو ما عنده إحساسه بالأعصاب من ترسب، يعني من مشاكل السكر على الأوعية الدموية وعلى هذا، يبدون يحسون أطرافهم، يحسون إحساس بسيط جدا أو ما يحسون، فممكن يحترق الجلد وهو ما يحس بألم الحر. فهذا لازم ننتبه له الموضوع. نعم. هذا أيضا من الأشياء اللي أنصح فيها أثناء فصل الشتاء مع الترطيب، عدم استخدام الشامبو أو الصابون العادي اللي يكون البي اتش حق القلوي، ممكن يكون قوي على البشرة. احنا بنحاول نحافظ على هذه الطبقة الدهنية الموجودة، يعني تفضل أن يكون طبيعي. نعم. نعم. كل ما قللنا من غسيل اليدين أو من استخدام الصابون خصوصا المعطر، أفضل للبشرة. وهذه برضو للسيدات اللي تغسل الأواني، تلبس جلوفز عشان ما تتعرض للموية لفترة أطول، فيساعد على جفاف يدينها وتسبب لها مشاكل. طب هل تنصح أنه مثلا بعد الشاور الدافئ اللي كنا نتكلم عنه، أنه شخص يفتح الموية الباردة شوية لمدة 2 minutes بس قبل لا يخرج؟
ما في يعني شيء طبي او مثبت، بس في اعتقادات عند ان اذا سويت ان تنشطك وتسكر المسامات وتزيد المناعه يقولوا كمان، يعني الناس يقولون. لكن ما اطلعت على دراسات محكمه تحكي هذا الموضوع. طيب كمان في مشكله انت ذكرتها بس ما ذكرت لنا الحل حقها في الشتاء، اللي هو اذا كان في قشره من الشعر، تساقط القشره اثناء فتره الشتاء او فصل الشتاء، كيف يحلها؟ القشره عاده هي جزء من الاكزيما الدهنيه، مرض معروف سيبورك ديرماتايتس. القشره هي احد مراحلها، والقشره عاده تجي بسبب يعني جيني وراثي، مشكله مزمنه ما في علاج ناجع لها. يعني لا تنساقون وراء التسويق انه في علاج ناجع لها، القشره حتستمر. لهذا نعطي مرضانا، نعطيهم الشامبو اللي هو حق اللي فيه انتي فانجل اللي هو مضاد للفطريات، يساعد في قتل هذه القشره، ويستخدم مرات ثلاث مرات في الاسبوع ممكن نبدا، بعد شهر يخليها مرتين في الاسبوع، ممكن بعدين محافظه مره في الاسبوع، وممكن اذا كانت شديده مره نستخدم له كبسولات تحت اشراف طبي تساعد على تقليل هذا الموضوع. لكن فتره الشتاء لوحظ ان القشره تزيد في فتره الشتاء اكثر من الصيف. يعني بالفعل الجلد يبغى له عنايه خاصه في فتره الشتاء، وحضرتك دكتور فهد يعني وفيت وكفيت فيه الاجوبه. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. مشاهدينا لا تنسوا تتفاعلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي، انتظروا المزيد ولكن بعد الفاصل.